إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقلت إلى عفو الله إلى دار البقاء السيدة التي ضحت بالغالي والنفيس للدفاع عن قضية المرأة المغربية، عن قضية التحرش الجنسي، عن قضية الطلاق التعسفي، عن قضية الاغتصاب القسري. عائشة الشنا انتقلت إلى دار البقاء وخلفت من ورائها مجموعة من القضايا التي تمت معالجتها فيما يخص قضية المرأة. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولترقد روحك بسلام، وما علينا إلا بالدعاء لك بالرحمة والمغفرة.